السلام عليكم. من يحكم الجنوب الآن؟ هذا هو السؤال الأبرز في المشهد الجنوبي منذ التحرير. ذات التفاصيل وذات اليوميات التي اكتسبها المشهد خصوصاً في العاصمة المؤقتة. ذلك المشهد الفارغ من السياسة المتروس بالسجون. في عدن واجهة الدولة اليمنية تبرز إلى السطح التركيبة المسلحة ثلاث فصائل كبرى تتحكم بالمدينة، أكبرها قوات الحزام الأمني التي تتحكم بمداخل المدينة البرية والبحرية والجوية، ومعظمها من اتجاهات جهوية بعينها. ضبابية الأهداف للقوى المؤثرة إقليمياً تربك المتابع للمشهد بين تحالف عربي يعلن هدفاً عاماً يتمثل باستعادة الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن ويؤكد دوماً أنه ضد الانفصال، وبين مسلك لدولة بعينها في ذات التحالف على الأرض يتعارض بشكل صارخ مع ذلك. شمل الإرباك من أراد فهم المستجدات المتعلقة بالقضية الجنوبية كذلك، إذ أنها هي الأخرى دخلت منعطفاً جديداً بعدما سرب من معلومات تفيد باعتراف الحكومة الشرعية بالحراك الجنوبي ممثلاً للقضية الجنوبية، وهو ما فسره متابعون بسحب البساط من تحت ما يعرف بالمجلس الانتقالي الذي يقدم ذاته كمحتكر لها. وهنا نتساءل، من يحق له تمثيل القضية الجنوبية؟ ولماذا تتهرب كيانات طارئة من مخرجات الحوار التي شكلت اعترافاً محلياً ودولياً بالقضية ووضعت لها حلولاً وضمانات؟ هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقة اليوم من المساء اليمني مع ضيفي هنا بالاستوديو البرلماني اليمني الدكتور نجيب غانم. أهلاً بك دكتور. أهلاً، حياكم الله. إذن سنبدأ مشاهدينا الكرام هذا النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. من يمثل القضية الجنوبية؟ سؤال أصبحت الإجابة عليه أكثر تعقيداً بعد التطورات التي حصلت منذ تحرير المحافظة الجنوبية من ميليشيا الحوثي والمخلوع. قيادات جنوبية أكدت قيام الرئيس هادي بإصدار قرار يعطي فصائل الحراك حق تمثيل القضية الجنوبية، لكن ما جدوى هذا القرار في حال تأكد صدوره؟ انطلق الحراك الجنوبي في العام 2007 ليعبر عن قضايا الجنوبيين وحقوقهم التي تعرضت لتجريف المنظم في ظل نظام المخلوع صالح. وخلال 10 سنوات تعرضت القضية الجنوبية للتسلق والاستغلال من قبل البعض، وظل البعض الآخر يعبر عن هموم الناس كما هي في الشارع. مراقبون يقولون أن تشكيل المجلس الانتقالي في مايو الماضي مثل ضربة للقضية الجنوبية العادلة لقفزها على الإرادة الشعبية والاتكاء على دعم إقليمي يهدف إلى استغلال هذه التباينات واستثمارها في تصفية حساباته وتحقيق أهدافه الخاصة. يعلو صوت المجلس ويخفت بحسب رغبة الحاكم الإماراتي، فعندما يهدأ خلافهم مع هادي يتم استدعاء عيدروس وبن بريك لقضاء فترة نقاهة طويلة في أبوظبي. وإذا اشتد الخلاف يعود هؤلاء بالمال والسلاح يجوبون المناطق الجنوبية ويعيدون الناس بأوهام لا يدعمها المجتمع الدولي ولا الإقليمي عدا الإمارات. وبين الوهم والحقيقة تتلاشى حقوق الجنوبيين المسلوبة من زمن طويل. يقول الناس أنهم قبل كل شيء يبحثون عن كهرباء وماء وتحسين بقية الخدمات وحضور فعال للأجهزة الأمنية والقضائية. هذا هو الجنوب الذي يريده أبناؤه بعيداً عن الشعارات العنصرية التي ولدت مناخاً غير صحي في المحافظات الجنوبية يكاد ينفلت في اتجاهات عدة. الجنوب اليوم بين مشروعين، إما مشروع عيدروس والوصاية الإقليمية بما يحمله من ميليشيات خارجة عن الدولة وسجون سرية لأبناء الجنوب، أو مشروع الفيدرالية والجلوس على طاولة الحوار لبحث مطالب الجنوبيين على قاعدة مخرجات الحوار الوطني. النفوذ العسكري للإمارات في الجنوب يعطي صخباً أمنياً وإعلامياً لفريق عيدروس، لكن السخط الشعبي يتنامى يوماً بعد يوم بحثاً عن دولة قوية تعيد للجنوبيين ذكريات سيادة النظام والقانون. نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب مرة أخرى بضيفي هنا دكتور نجيب. دكتور، دعنا نبدأ بقراءة إجمالية للمشهد السياسي في عدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام، كيف ترى؟ شكراً على الاستضافة. لا شك أنه الوضع يعني غاية في التعقيد مع تأخر الحسم ومع تراكم المعاناة الإنسانية في تقريباً الكثير من المحافظات ومنها عدن وبقية المحافظات، سواء كانت محافظات جنوبية أو شرقية أو غربية أو شمالية. اليمن يعني وضعه يعني مؤسف للغاية في ظل يعني هذه التحديات التي
نراها على الأرض. ما أبرز أسباب هذا التعقيد؟ هناك لا شك تقاطع في المصالح، عندما تصل هذه التقاطع في المصالح عند بعض الفرقاء على الأرض بشكل يعني حاد، مع تأخر في الحسم العسكري، مع عدم تحرر يعني مجمل الإرادات السياسية لفرقاء العمل السياسي، يعني عوامل كثيرة تتجمع وتشكل يعني هذا الوضع المؤسف. هناك يعني انحدار في الخدمات وانعدام في كثير من المحافظات لهذه الخدمات الأساسية. هناك يعني تعرف يعني أيضا خلل في تأمين يعني الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، ولهذا بتتراكم المعاناة الإنسانية. وهناك أيضا كما قلت يعني تقاطع في مصالح بعض الفرقاء على الأرض. طيب يعني الآن عندما يعني أسمع منك هذه الإجابة، هل أفهم أن هناك تكبيل للإرادة السياسية المتمثلة ب يعني الشرعية كمؤسسة رئاسة وكحكومة في اليمن؟ هل هي مكبلة؟ يعني هو لم تجري تسوية يعني حسم ملفات يعني حيوية وحساسة فيما يتعلق بعلاقة السلطة الشرعية مع كثير من الفاعلين على الأرض، وبالذات يعني بعض يعني من دول التحالف. هذا طبعا هو الذي بيعكس إلى جانب طبعا عدم فرض يعني السلطة الشرعية يدها على الأرض بشكل قوي وفاعل، وعدم تفعيل مؤسسات سيادية مثل القضاء الأمن الذي سينعكس على 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 بناء على تثبيت يعني مؤسسات العدل والقضاء، وأيضا تأمين الحد الأدنى من متطلبات الخدمات الأساسية يعني للمواطنين. السلطة الشرعية لا أقول غائبة، ولكن يد واهنة ضعيفة، وفي بعض المناطق تغيب طبعا، فضلا عن انعدام وجودها في المناطق التي ما زالت تحت سلطة الانقلاب الانقلابي. سواء كان في صنعاء أو غيرها. طيب الآن يعني عندما نشهد تطورات متسارعة في عدن يعني بشكل خاص على أكثر من صعيد، هناك حراك حقوقي مناهض للاختطاف، لكن أيضا هناك واقع سياسي غير واضح، ربما هنا غياب حتى للسياسة بهذه جزئية عدن. ما الذي نجده الآن؟ ما الذي على اليمنيين فهمه من واقع هذه المدينة؟ لا شك أن الرسائل التي تأتي من عدن تصل إلى خارج، أول حتى على مستوى الوطن ثم إلى على مستوى الإقليم، رسائل سلبية، ويعني بتولد يعني انطباعات أنه الأمور لا تجري يعني كما ينبغي أو كما يراد لها أن تمضي وفق يعني وفق المتطلبات السيادية للسلطة الشرعية. هناك طبعا شبه غياب للكثير من مؤسسات السيادة على مستوى عدن وحتى غير عدن، وهذا الذي أيضا أعطى يعني هذا المشهد الدرامي يعني المؤسف، حيث ميزان العدل يعني يغيب من حين لآخر. هناك أيضا الملف الأمني أيضا ملف شائك وتتقاطع فيه بعض المصالح. هناك أيضا عدم تفعيل إمكانات الدولة نفسها من خلال مثلا تفعيل ميناء عدن، فتح المطار بشكل طبيعي على اعتبار أنه يعني مرفق حيوي ممكن أن يفعل من وثيرة الاقتصاد وحركة خدمات الناس والمسافرين. فالوضع يعني مأزوم في عدن إلى حد كبير، وكما قلت يعني الإرادة طيب الشرعية يعني إذا حددنا دكتور يعني سواء كيانات أو أشخاص، من يتسبب في تأزيم هذا الوضع؟ السلطة الشرعية لا شك أنها تتحمل جزء كبير، جزء أخلاقي. من بجانب السلطة الشرعية أيضا كما قلت يعني هناك تقاطع مصالح بين السلطة الشرعية وبعض من مكونات التحالف العربي، ليس كلها يعني، أنا أقولها بأمانة، يعني موقف المملكة العربية السعودية موقف مشرف وقوي، ويعني عكس
يعني هذا الدور من خلال يعني مثلا مركز الملك سلمان وأداءه الإنساني الكبير، يعني من خلال رفضه لخدمات يعني صحية وغذائية. ثم أيضا المملكة إلى الآن بتتصدر يعني موضوع التحالف من خلال إسناد السلطة الشرعية، إسناد مالي وإسناد عسكري وغيرها. لكن أرجع أقول أنه أيضا هناك تقاطع في المصالح مع من؟ يعني الإمارات، يعني لأن السعودية الآن هي تقود هذا التحالف، وبالأخير لا يمكن لمن يقود أن يسمح بوجود أشياء تتعارض مع ما يريد. هذا ما يفهم يعني عادة من هكذا تحالفات، أليس كذلك؟ عدن يعني قدر لها أن يكون لها ميناء حساس وحيوي، وله يعني مكانة على المستوى العالم، مكانة يعني كبيرة جدا. ملف ميناء عدن هذا لم يحسم إلى الآن من حيث تأمين مصالح فرقاء العمل على مستوى دول التحالف. هذا الملف إلى الآن ما زال شائك بين السلطة وبين بعض دول التحالف. يعني إذا أمدت مصالح الإمارات، إذا حسم هذا وغيره من بعض من الملفات الأخرى التي لها علاقة كما قلت يعني بتقاطع المصالح، إذا جرت تسوية هذه المصالح وتأمين حد معقول من التوازنات ومن التكافؤ من جانب حماية المصالح الوطنية للشعب اليمني، وبحيث أنه يعني تصبح للسلطة الشرعية يد يعني طليقة في أن تحمي هذه المصالح وتدير هذه المرافق، مع أيضا يعني حتى نكون أيضا منصفين وعادلين، أيضا مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح إخواننا اللي يوقفوا معنا من دول التحالف، وتأمين هذا الحد المعقول من مصالح الفرقاء. لو جرت تسوية هذا على طاولة من الأخوة ومن الوضوح، أعتقد ربما نتجاوز هذا المأزق. لكن إلى اليوم هذا نحن ما زلنا على مفترق طرق. يعني دكتور، هناك من يطرح من أن هذا المأزق يعني تشكل بسبب التماهي الذي حصل أو الدمج الذي حصل ما بين الأحزاب السياسية والحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي، بأنهم الآن في بوتقة واحدة بسبب الحرب. هناك من يطرح على أن هناك ضرورة لأن تعمل الأحزاب خارج الأحزاب السياسية الكبرى المؤيدة للشرعية خارج هذه المظلة حتى يتنفس الرئيس عبد الرب منصور هادي، وكذلك حتى تطرح هذه الأحزاب التي يعني توصف بأنها أحزاب وطنية أجندة توازن ما نشهده من أجندة أخرى. هذا الكلام على المستوى النظري حلو وجميل، لكن نحن في ظرف استثنائي وظرف حرج وحساس. أنا لا أبرر يعني أي تقاعس أو أي سلبية في أداء الأحزاب السياسية، لكن نحن في ظرف أمام انقلاب مشؤوم، يعني أكل الأخضر واليابس، سطى على مقدرات الدولة، وضع يده على مقدرات سيادية ومالية وعسكرية، استولى على معسكرات الدولة، وضع يده على سلاح ثقيل، فرض سلطة انقلاب بالقوة بقوة السلاح خارج إطار الدستور والقانون. فنحن في ظرف استثنائي، وضع السلطة الشرعية والأحزاب المنضوية تحت السلطة الشرعية وضعوا أمام أنفسهم هدف حيوي وأولوية رئيسية، وهو القضاء على هذا الانقلاب. طبعا هذا المشروع أو هذا الهدف يعني الآن لم يتحقق، والحرب يعني في تقديري أنا البسيط أنها يعني أخذت وقت أكثر مما ينبغي أن تأخذه، وكان يفترض أنه يتم الحسم وتسوية هذه الملفات العالقة كلها بشكل يعني أسرع مما هي عليه الآن، حتى لا تتراكم وتتضاعف معاناة المواطنين الإنسانية وتزيد التكلفة أيضا. نعم. طيب، دعنا نشرك معنا دكتور في الحوار نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الأستاذ منصور صالح الذي ينضم لنا عبر الهاتف الآن من عدن. أهلا بك أستاذ منصور. يا أهلا فيك أخي، حياكم الله. إذن كيف نريد فهم وجهة نظرك أستاذ منصور حول أو قراءتك حول ما يجري في المحافظات الجنوبية عموما وفي العاصمة المؤقتة عدن بشكل خاص؟ تفضل. نعم، عدن للأسف تعاني الأمرين من عملية إهمال وتدمير ممنهج. هناك من يعتقد أنه بإهمال عدن يمكن وتدميرها وإشغال الناس بحياتهم اليومية يمكن أن يوقف مد الشعب الجنوبي أو التيارات المتجهة نحو خوض غمار
معركة استعادة الدولة وبناء مؤسساتها إنها بهذا الإهمال وبهذا التخريب المتعمد قد تفشل. أو أيضا في الجانب الآخر ما يجري في الجنوب هو حركة إحياء ملموسة يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة الجنوبية، إعادة بناء المؤسسات العسكرية، إعادة بناء المؤسسات الخدمية، إعادة بناء اللحمة الجنوبية التي مزقتها الصراعات السابقة ومنها تلك الصراعات التي خلقها المخلوع الصالح خلال فترة ماضية. اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي يقود ثورة حقيقية، ثورة شاملة تتعلق بملفات إعادة بناء الدولة، بإعادة بناء مؤسساته كمكون حقيقي أو ككيان سياسي حقيقي موحد ومفوض لقيادة الجنوب في الفترات القادمة بإذن الله، من خلال رفض صفوف الشارع الجنوبي خلف قيادة المجلس برئاسة الرئيس عيدروس قاسم عبد العزيز البيدي. طيب يعني دعني أقتبس من مقال لك منشور على موقع المجلس الانتقالي، تقول من إن كان هناك من يعتقد أن هناك من يمكن أن نسميهم بأنصار الوحدة فينبغي دراسة حالات هؤلاء لنتبين أنهم أبعد ما يكونوا عن الانتماء للجنوب. إذن هذا يعني ما يبدو أنه إقصاء لأناس موجودين في المحافظات الجنوبية ويتبنون أو يريدون أن تكون الدولة الاتحادية هي الممثل لجميع اليمنيين وبمن هم الجنوبيين أيضا. وهناك يعني بالتزامن مع كل ذلك هناك حراك موجود، حراك جنوبي على الأرض يدعمه الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكنكم أنتم تقولون في ذات الوقت أنكم الممثلون الوحيدون. هذا الإقصاء الذي يمارس من قبلكم كيف يفهم في السياق؟ للأسف يبدو أنه مضمون الكلام قد بطر من سياقه. أنا لا أتحدث عن نحن لسنا ولن نكون أبدا ضمن من يقصي أي جنوبي، كل جنوبي حقيقي هو شريك في تقرير مصير الجنوب وتحديد مستقبله. أنا حينما أتحدث عمن يتبنى مشروع الوحدة في المرحلة الحالية أثبت الواقع والحقائق على الأرض أنهم لا ينتمون كليا في الحقيقة إلى الجنوب. هناك من يحاول أن يدعي الانتماء باسم. طيب من يحدد هذا الانتماء أستاذ منصور؟ من يحدد هذا الانتماء؟ من أعطى الحق للمجلس الانتقالي إذا فرضا كان هو من يحدد أن يتهم الآخرين بأنه مناسب للجنوب أو غير مناسب للجنوب أو ينتمي له أو غير ذلك؟ نعم، المجلس الانتقالي لم يتحدث بالمطلق عن ولم يحدد هوية حتى الآن من هو الجنوبي، لكن أقول أنه من يحق له تمثيل القضية الجنوبية هو من فوضه الشعب الجنوبي، وآخر تفويض كان في الرابع من مايو 2017 ثم تلاه في السابع من يوليو أيضا في مليونية رفض الاحتلال، ثم في الرابع عشر من أكتوبر، وأخيرا ذلكم التفويض الشعبي الكبير الذي تمثل بالالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس الزبيدي التي زارت محافظات شبوة وحضرموت. ومن يعمى عن رؤية تلك الصورة وذلكم المشهد الذي أكد الالتفاف حول المجلس الانتقالي الجنوبي وتفويضه لتمثيل الجنوب في ذات الوقت. أستاذ منصور، أستاذ منصور في ذات الوقت يزور مسؤولين في الانقلاب المحافظات التي لا تزال تقبع تحت سيطرتهم، يلتقون بالناس هناك، لكن في الأخير هم لا يمثلون شرعيا هؤلاء الناس الذين يتواجدون في مناطقهم، هم يمثلون انقلابا في نهاية المطاف، وهم مشمولين بقرارات صدرت من مجلس الأمن ضدهم بأنهم معرقلين للعملية السياسية في اليمن. هل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ نحن لسنا انقلابيين حتى يمكن تشبيهنا بهم. نحن قوة ثابتة على الأرض، قوة جنوبية قدمت الشهداء، تلو الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل تحرير الجنوب. هذا الحراك الجنوبي الذي أصبح الآن ممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي هو جزء من هذه الأرض وهو ممثل حقيقي لها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ولا يصح أن يشبه
بالانقلابيين، لأننا لسنا هواة سلطة ولا نبحث عن سلطة، نحن حركة شعبية تطورت لتصبح مقاومة عسكرية في 2015 وحررت كامل الأرض الجنوبية، وهي اليوم قوة سياسية حقيقية تمتلك حق تمثيل الجنوب، كان بالسيطرة الحقيقية على الأرض، وهذه حقيقة حق تمثيل الجنوب. فيما أستاذ منصور، يعني عندما تقول أنكم لا تريدون سلطة، إذن هذه القوة تملك حق تقرير أو تملك حق تمثيل الجنوبيين فيما إذن؟ أنا تحدثت لا نبحث عن سلطة عندما شبهت الأمر أنت بالإنقلابيين، لكن نحن كممثل للقضية الجنوبية، المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل وحامل شرعي للقضية الجنوبية، مهمته إتمام توصيل الجنوب حتى هدف استعادة الدولة، ثم سيحل المجلس الانتقالي نفسه وسيكون الجنوب في مواجهة تجربة ديمقراطية جديدة لاختيار من يديره في المستقبل. المجلس الانتقالي ليس سلطة سياسية، هو حركة سياسية في الوقت الحالي مهمتها تحقيق مطالب الجنوبيين وفق التفويض الممنوح لهذا المجلس في الرابع. هذا التفويض، يعني دعنا أستاذ منصور حتى لا ندخل في جدل الشرعية كثيرا، الانقلابيون يقولون أن من هم في محافظاتهم فوضوهم أيضا، وسندخل في كثير من الحديث، لكن دعني أعود إلى مقالك وأنا أقرأ من هذا المقال. تقول: في الوقت الحالي المطلوب والطبيعي والمنطقي هو الحوار الندي والسلمي الذي يفضي إلى استعادة الدولة مع الحفاظ على المصالح المشتركة. الآن تقول أنت أن المطلوب هو حوار منطقي وندي، ونشاهد السلطات التي تتبع أو توالي المجلس الجنوبي الانتقالي تعتقل، تدخل مقرات أحزاب، تهاجم أحزاب، تتسبب في إنشاء سجون خارج نطاق الشرعية، وكذلك تعتقل وتختطف. هل ذلك ما يعني، هل هذا الكلام يوافق هذه الأفعال؟ أيضا أعيد أقول أنه نحن سنكون أيضا أمام شقين آخر. حينما أتحدث عن حوار ندي فأنا على اقتناع، والشارع الجنوبي بأكمله على اقتناع، أنه استمرار الوحدة أمر انتهاء مفروغ منه، ولا ينبغي أن نمارس المزيد من ضياع الوقت والعبث بمقدراتنا ومصالحنا، وذلك يبرر كل هذا العنف في سبيل الحفاظ على شيء انتهى. نحن الآن أمام، ينبغي أن نكون أمام حقيقة أنه الوحدة انتهت، وينبغي أن تسلم الأطراف جميعا في الشمال وفي الجنوب بحقيقة أن تقف جميعها أمام في حوار ندي شفاف ومسؤول يفضي في الأخير إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي التي لم تعد لديه أدنى رغبة في مواصلة هذه الوحدة. ومن ثم فإن هذا الحوار إذا ما تم بطرق سلمية وتحترم إرادة جميع الأطراف، سيكون من شأن ذلك أن يحافظ على المصالح الكثيرة التي تكونت لأبناء الشعبين في الشمال والجنوب. أما مثلا الحديث عن الاعتقالات المعذرة، الحديث عن الاعتقالات التي في خارج، تقولون أنها خارج القانون، فيؤسفنا أنه الحملة الإعلامية التي تقودها وسائل الإصلاح، وللأسف تبدو أحيانا قناة المسيرة وربما كثيرا هي جزء من هذه الحملة، هي حملة غير عادلة، وكثيرا ما تتجاوز الحقيقة وتتعسفها في حتى بالدفاع عن الإرهابيين الذين تطالهم يد العدالة ويسمون قوى وأحزاب ومواطنين. أستاذ منصور، نحن سمعنا أمهات المختطفين وهن يتحدثن لنا هنا ويقولون أن أبنائهم ليس لهم علاقة بالإرهاب وكل هذه الحجج. على كل حال ستبقى قناة بلقيس مفتوحة لكم للمشاركة فيها ولطرح وجهة نظركم فيها، وأشكرك على تواجدك معنا في حلقة اليوم. نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأستاذ منصور صالح، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور نجيب، هل القضية الجنوبية الآن أصبحت على مفترق طرق في ظل ظهور أكثر من يدعي التمثيل؟ هو لا شك أنه توجد يعني مظالم في الجنوب، في جنوب اليمن، ومؤتمر الحوار الوطني حضره يعني ممثلون عن الحراك الجنوبي السلمي، وقدموا يعني قضايا تحليلية وتفصيلية وحلول، وتبناها المؤتمر الحوار الوطني، وأصبحت جزء
من قرارات المؤتمر الحوار الوطني اللي أصبحت جزء ملزمة للسلطة الشرعية. ففي حال استقرار الأوضاع والقضاء على الانقلاب فالسلطة الشرعية ملزمة بأنها تنفذ أجندات مؤتمر الحوار الوطني ومن ضمنها مقررات ما بات يعرف بالقضية الجنوبية. يوجد حراك سلمي وهو معترف به ويوجد حراك انفصالي. كلام الأخ الضيف العزيز يعني هو ليس حتى ضمنين ولكن بكل صراحة هو لا يعترف الآن بالسلطة الشرعية، فهو يتساوى الآن مع الانقلاب الذين لا يعترفون بالسلطة الشرعية. فهناك انقلاب في الشمال وهناك أيضا انقلاب في 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 في, في المجلس هذا الذي لا يعترف بالسلطة الشرعية. فهذا الموقف يزيد المشهد مأساوية وتعقيد. في ظل الدولة الاتحادية وعندما تستقر الأوضاع وعندما تجري انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سيكون هناك ممثلون عن محافظات الجمهورية ومنها محافظات جنوب اليمن. هؤلاء الممثلون الشرعيون بإمكانهم من خلال القنوات الدستورية الشرعية التي يقرها الدستور اليمني المتعارف عليه من قبل كل أفراد الشعب اليمني، من حق هؤلاء أن يقرروا ما هي الصيغة المناسبة لأي شكل من أشكال الحكم، سواء كان حكم ذاتي، فيدرالي، استقلال، خروج عن عن عن, عن الإطار الشكل الاتحادي. كل هذه يعني يوم أن يأتي الممثلون فهناك يعني معالجات سلمية ديمقراطية دستورية سيادية حقيقية. من حق هؤلاء الممثلون أن يقولوا نحن لا نريد أن نبقى في هذا الإطار. انظر الآن إلى التجارب التي يعني مثلا في كردستان والاستفتاء الذي شوف أوصل كردستان إلى مأزق حقيقي. وانظر أيضا إلى كتالونيا، ومع أنها دولة أوروبية والحكومة نفسها المحلية حكومة منتخبة وديمقراطية، ولكن لأنهم خالفوا الدستور الاتحادي على مستوى إسبانيا الآن ملاحقين قضائيا. الآن المسؤولين رئيس الوزراء يعني يغادر كتالونيا ويطلب اللجوء السياسي في إحدى الدول، والبرلمان يحل بقوة الدستور الاتحادي. نحن نقول أنه توجد مظالم. علي عبد الله صالح والنظام ما قبل ثورة فبراير يعني أفسد وظلم، ويعني هناك من سطى على 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 كثير من المحافظات ومارس الظلم والقهر والفساد والاستعباد. وهناك أيضا ناس في عدن وفي لحج وفي أبين وفي غيرها من المحافظات تعرضوا للإقصاء، للفصل، للظلم، للطرد، للاضطهاد. وحتى عندما بدأ الحراك السلمي في 2007 أيضا تعرضوا إلى الاضطهاد، تعرضوا إلى الاعتقال. هذا كله معروف، احنا نقر هذا. لكن يعني أنا الذي يعني أخشاه أن قضية عادلة وقضية يعني معترف بها على مستوى الوطن، وعندما يأتي يعني فمن يتبناها بطريقة فيها نوع من الإقصاء والخروج عن الإجماع الوطني والمرجعيات المتعارف عليها، هنا يعني هذا التوجه يضر بالقضية. طيب دعنا نكمل هذا الحوار دكتور نجيب، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالمقطع. حرقنا سجاج من هنا ساقط من الطاعة، وهنا حريق، هنا حريق، ألعاب كلهم حرقوا، صحابي هناك، كنت أنا حرقتهم من هنا بس، عارف البيت ده مكيف أنا حرقته، كانوا صحابي هنا، قاسم صحابي.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. كما أجدد الترحيب بالدكتور نجيب غانم البرلماني اليمني الذي هو بضيافتنا اليوم. أهلا بك دكتور. دكتور، هناك من يطرح أن أطراف إقليمية هي من تبيع الوهم، إذا ما صح التعبير، لكثير من الجماهير في الجنوب، خصوصا فكرة الاستقلال أو الانفصال. كيف تتابع هذه النقطة بالتحديد؟ طبعا بعيدا عن هذه المسميات وهذه التوصيفات، يعني كما قلت يعني قضية عادلة، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي من يعني يقول أنه أنا أمثل، وأنا هناك يعني أصبح نوع من الاستفتاء الشعبي، وهذا لم يحدث. والمطالبة الانفصال مستحيل في ظل الظروف هذه الموجودة، وتجارب الانفصال فشلت، يعني خاصة عندما تكون خارج الإجماع الوطني. يعني هل السبب، يعني هل سبب ذلك أن هناك نوع من الشحن الجماهيري اتجاه هذه النقطة، أن هناك من يستغل سوء الخدمات، ربما عدم تواجد قوي للحكومة الشرعية في هذه المحافظات لتحقيق نوع من المكاسب؟ هذا صحيح، ويضاف لي بشكل أساسي أن الملفات الكبرى فيما يتعلق بمصالح الفرقاء التي تقاطعت بحدة، خاصة على مستوى عدن، وربما أيضا غير عدن، مثلا بعض المحافظات في الجنوبية، هذه لأنها لم تحسم إلى الآن ولم توضع بشكل واضح وصريح على الطاولة بين السلطة الشرعية وبين بعض فرقاء تحالف، هذه لأنها لم تحسم إلى الآن، ولو حسمت بصيغة شراكة استراتيجية تحمي مصالح الوطن ومصالح الآخرين، وأعتقد أنه هذا ممكن. ما الذي تنتظره إذن لتحسم هذه الملفات؟ تتحرر الإرادة السياسية ويرتفع الحس الوطني والشعور بأن هناك معاناة للناس، وأن الكلفة الإنسانية والثمن يدفعه المواطن الآن اليمني باهظة جدا، وأنه لابد أن تتحرك هذه الإرادة، تتحرر وتدفع السلطة الشرعية مع دول التحالف في أنهم يحسموا هذه الملفات العالقة والتي أوصلتنا إلى هذا المأزق الموجود الآن. ولا شك أنه هناك توظيف لبعض القضايا، ومنها قضايا عادلة يجري توظيف على نحو يعني غير مناسب وغير طيب، ويكون مخرجات هذا التوظيف هذا المشهد المأساوي والدامي الذي نراه بين الحين والآخر في عدن وفي غير عدن. طيب دعنا بعد إذنك دكتور نشرك معنا في الحوار الأستاذ باسم الشعبي، مدير مركز مسارات للإعلام. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا أستاذ، حياك الله. حياكم الله. إذن أستاذ باسم، في هذا المعترك الذي يبدو في الجنوب، هذا الشد والجذب والتباين، ما مصير القضية الجنوبية التي توصف بأنها عادلة؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم الوزير السابق نجيب غانم. في الحقيقة القضية الجنوبية هي قضية شعب، وهي قضية عادلة في الحقيقة، لديها رافعة شعبية كبيرة جدا في الجنوب، وبالتالي هذه المكونات التي طرأت على المشهد في الجنوب هي فعلا خرجت من رحم الثورة الشعبية، وبالتالي يعني في الحقيقة يعني هذه المكونات السياسية لديها يعني متفقة في الهدف العام، لكنها تختلف في التفاصيل، وبالتالي لا تؤثر بشكل كبير على القضية الجنوبية. أتحدث معك مراقب سياسي الوضع هنا في عدن، وبالتالي يعني محاولة اللعب بالتفريخ وتناسل المكونات السياسية هي فقط يعني عمل مؤقت يهدف إلى التشويش على عدالة هذه القضية وعلى حقوق الناس هنا في عدن وفي الجنوب الحصول على عدالة وكرامة ومساواة، وأيضا حقوق سياسية إلى جانب الحقوق الأخرى، وبالتالي يعني يفترض بالسلطة الحاكمة والنظام السياسي لا يمعن بشكل كبير في اللعب
بالأوراق السياسية بهدف خدمة أشخاص أو خدمة يعني أجهزة سياسية هي في الحقيقة تضر بالهدف العام للمشروع الوطني لليمن بشكل عام، وبالتالي يطرب يعني أن تكون هناك قناعة كبيرة باعتبار أن تكون القضية الجنوبية قضية وطنية حقيقية كانت هي المعادل الحقيقي في انطلاق الثورة الشعبية ممتدة من عدن وجنوب الشمال، وبالتالي يعني محاولة اختزال القضية الجنوبية في مكون سياسي ما هو نوع من التصليح لهذه القضية، وبالتالي محاولة يعني إعاقة مسار الحل السياسي على مستوى اليمن بشكل عام. طيب الآن بوجود هذا الانقسام الحاصل، بوجود أكثر من طرف يدعي أنه يمثل هذه القضية، بالنسبة للناس في المحافظات الجنوبية عموما، في عدن على وجه الخصوص، كيف ينظرون لهذا الأمر؟ وهل ملوا من فكرة أن هناك من يدعي أنه هو ممثل هذه القضية، ومن ثم في نهاية المطاف يتضح أن هناك ربما مصالح شخصية من وراء ذلك؟ كما قلت سالفا، القضية الجنوبية هي قضية شعبية بامتياز، قضية جماهيرية بامتياز، قضية وطنية أيضا عادلة بامتياز. لا يمكن أن يكون هناك حل للقضية اليمنية برمتها إلا أن يكون هناك أولا حل عادل للقضية الجنوبية، لأن هي مدخل كافة الحلول في اليمن، وبالتالي يعني هناك عمل يتم على هامش هذه القضية، الهدف منه يعني الاسترزاق، الهدف منه يعني كما قلت سابقا محاولة تشويش، لكن من يمثل هذه القضية هو من يختاره هذا الشعب لتمثيل هذه القضية. من يستطيع اليوم أن يحرك الشارع في الجنوب ويخشب الجماهير في الجنوب هو من سيكون في مقدمة من يمثل هذه القضية. طيب أستاذ باسم، نعم. يعني الآن هناك تسريبات تتحدث على أن الرئاسة اليمنية الممثلة بعبد ربه منصور هادي تعترف بالحراك الجنوبي، ما يعرف بالحراك الجنوبي، كممثل للقضية الجنوبية. هل سيزيد ذلك إن صح تعقيد المسألة، أم سيسارع في حل هذه الإشكاليات؟ القضية الجنوبية ليست بحاجة إلى اعتراف من رئيس عبد ربه منصور هادي، بالعكس أنا أرى بأن طلب منصور هذه هو بحاجة من يعترف به أولا، يعترف به الحراك الجنوبي بالحقيقة، لأنه في الجنوب طلب منصور هذه لم ينتخب بالشكل الكافي والجماهير عزفت عن انتخابه، وبالتالي أنا أقول بأن القضية الجنوبية اعترف بها مؤتمر الحوار الوطني، هو أضخم حدث سياسي في اليمن بعد الثورة الشعبية 2011. هذا الحدث السياسي الكبير اعترف بالقضية الجنوبية بشكل كامل وقدم حلولا منطقية وواقعية يعني للقضية الجنوبية. انا اتحدث عن الحلول الى ما قبل اعلان شكل الدولة في الحقيقة، لكن يعني هذا الحدث الكبير قدم اعترافات حقيقية ومنطقية فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق ب يعني كافة الجوانب الأخرى سياسيا ومدنيا وأيضا مؤسساتيا وأيضا بما يتعلق بتقسيم الثروة والسلطة السياسية. وبالتالي يعني القضية الجنوبية تستمد حضورها وقوتها أولا من كونها قضية شعبية وسياسية وجماهيرية حقيقية، وبالتالي تستمد حضورها وقوتها من كونها لا يمكن للقطار اليمني أن ينطلق دون أن تكون هناك معالجة حقيقية القضية الجنوبية، وبالتالي فصل القضية الجنوبية عن 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 القطار اليمني لن يسعف هذا القطار في التحرك مرة أخرى صوب المشروع الوطني والدولة الاتحاد. طيب أستاذ باسم، ودعني بآخر سؤال أوجهه إليك، هل يعني سيغامر الشارع في الجنوب ويتخلى عن أبرز ما تقول أنه مكسب تحقق له بمخرجات الحوار الوطني، ويذهب نحو ما يقال أنها أوهام من ناحية الانفصال أو ما شابه؟ يا عزيزي، للأسف الشديد نظام الرئيس عبد الربه منصور هادي يتعامل مع القضية الجنوبية مثلما كان يتعامل مع الرئيس المخلوع عبد الله صالح، وربما أسوأ من ذلك.
رئيس عبد الرؤوف منصور هادي يتعامل مع القضية الجنوبية من أجل مصلحته الشخصية واستمراره بالسلطة فترة أطول، ولا يتعامل معها من أجل اليمن واستقرار اليمن والمشروع الوطني لليمنيين. وبالتالي يعني سنظل ندور في دوامة وحلقة مفرغة في 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 في, في البلاد، سيتم استخدام مكونات الحراك الجنوبي لخدمة استمرار الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي في السلطة، ولي يعني محاولة تعذيب الناس في الجنوب بالخدمات وغيرها، وشق الصف الجنوبي والتشويش القضية الجنوبية لخدمة أجندة خاصة ذات طابع يعني أسري وذات طابع ذاتي، ليست من أجل مشروع اليمنيين. من كان يرى بأن اليمن هو أولوية فعلي أن ينطلق الآن لحل القضية الجنوبية والبدء بتنفيذ مفردات الحوار وواقع الأرض وإحلال التنمية والاستقرار في المدن المحررة. أشكرك. ثم ينطلق سوى تحرير العاصمة اليمنية صنعاء وغيرها من المدن الأخرى. أما الاستمرار في الدائرة المفرغة فلن يقودنا إلى حل. أشكرك أستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات الاستراتيجية والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك دكتور نجيب، تحدث في آخر إجابة له حول الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي على أنه يحقق مصالح شخصية بما يبدو أنه يعني تأجيل لتحقيق مؤتمر نتائج مؤتمر الحوار الوطني، هل تتفق مع طرح؟ طبعا أتفق في جزء مما طرحه يعني، لكن أقول أنه السلطة الشرعية لم تعالج كثير من الملفات، يعني لم توفق في أنها تحلحل كثير من القضايا العالقة، ويعني جزء من الوهن الموجود يعني وجزء من التقصير، فلم يكن التقصير مقصور على يعني القضايا المطلبية يعني في جنوب اليمن والقضية الجنوبية العادلة. وكما قلت من سابق أنه يعني الحركة السلمية الذي مثل في مؤتمر الحوار أوصل يعني أوصل جوهر القضية وبمطالب وبقرارات وجرى تبنيها وإصدارها وأصبحت ملزمة الآن من ناحية سيادية. أصبح ما صدر عن مؤتمر الحوار الوطني أصبح واحد من المرجعيات الثلاث التي تستند عليها الشرعية الآن في محاججتها في أثناء محاججتها لسلطة الإنقلاب وغيره. فيعني الوضع مأزوم والتقصير موجود. هل تؤمن هذه السلطة إلى أي مدى بالأصح تؤمن هذه السلطة الشرعية بمخرجات مؤتمر الحوار التي تقول دوما أنها هي الحل، وأن يعني يظهر الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي ليقول أن الدولة الاتحادية الفيدرالية المبنية على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تمثل حلا، إلى أي مدى؟ السلطة الشرعية ملزمة دستوريا بمؤتمر الحوار. المرجعية السلطة الشرعية الحالية هي خرجت من رحم المبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية نصت على مؤتمر حوار وطني يصبح ملزم للأطراف التي دخلت وحاورت ووقعت على مخرجاته. فجزء من شرعية السلطة الشرعية ومرجعياتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ليس لها خيار إلا أن تقبل بهذا. لم نسمع أن السلطة الشرعية لها رأي آخر في هذا الجانب، ليس لها إلا أن تأخذ هذا الموضوع بكامله وتنفذه عندما يتم حسم الانقلاب واستقرار الأوضاع وقيام الدولة الاتحادية. هل تعذرها في عدم يعني المسارعة إلى تحقيق ذلك؟ أنا أوجه يعني نقد كبير إلى السلطة الشرعية، وأقول أنها إذا 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 يعني كان بالإمكان أن يكون الوضع اليوم أفضل بكثير مما هو عليه الآن، لو جرى إطلاق إرادات سياسية وتفعيل يعني دور يعني قوي واستشعار المسؤولية الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بحلحلة المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني. أشكرك دكتور نجيب غنم عضو مجلس النواب، كنت معنا في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والإنصات إلى هذه الحلقة، والشكر أيضا لكل الضيوف الذين كانوا معنا فيها. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وزملائي في طاقمي العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.